لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا للا نادية. بغيت نسقسيك سيدي. نعم. أنا سبق لعيت لك قلت لك مريضة دابا بالليل، ملي كنعس ما كيبغيش يجيني النعاس، كنحس بحال شي ناس كيجريو مورايا. واش لا باش واش زعما شغل الطبيب ولا بالضبط؟ لالا نادية باش كتشعري بالضبط؟ واش انت ديك الساعه فايقه ولا ناعسه ولا بين؟ لا انا مي كنت صغيره كنت هايده، دابا انا عندي 50 سنه وعندي الحفيد وعندي، ولكن بقى هايدك. لا اله الا الله، هذا دليل مادام انه طول معك، هذا ماشي ديال الطبيب، هذا احد ديال الطبيب كيمشي وكيعاود يتشافى وصافي وانتهى الامر. وكنشرب الدواء وكنسمع شنو كتقول، زعما كنقرا قران وهاد الايام بزاف. قولي لالا نادية باش بالضبط كتشعري؟ كنشوف بحال المره كتجي ليلي، ولكن بحال اللي كنعرفها بحال ويما كتحيده، يما زعما ميته وكتحيده دم عليا. لا اله الا الله. وهاد المره كيف الصوره ديالها؟ ماشي مزيانه المره، ماشي مزيانه. اي نعم نعم لالا، الله يشافيك ويعافيك، الله يشافيك ويعافيك لالا نادية. هذا لالا في الغالب الامراض العضويه كتكون سهله واضحه وتخضع للمنطق العلمي. لما نزور الطبيب، طبيب ما كيامنش هو بالغيبيات، هو كيامن مباشره بما هو يخضع له العلم، فكيقول لك انا قبل ما نتكلم معك غدير لي التحاليل، التحاليل هي الناطقه، فكيعرف من خلال التحاليل ديال الدم ديال السكر ديال التونسيون ديال الكبد، كيعرف اشنو هو المرض اللي عندك. وكذلك الا كان شي مرض في الدماغ الجهاز العصبي كيقول لك بغيت سكانر باش نعرف بالضبط اشنو هو الاذى اللي عندك. الا عندك في القلب بغيت التخطيط الكهربائي ديال القلب او ديال الدماغ. هكذا الطب هو يعتمد على اشياء علميه وكيمشي مباشره الى موطن الداء، داكشي سيبلي، ثم يصف له الدواء المناسب وكيقول لك غادي يمر بمراحل، المرحله الاولى ثم المرحله الثانيه الثالثه وكينتهي. فالامراض الطبيه هي علميه واضحه، لكن هناك امراض اخرى من غير النفسيه اللي هي اضطرابات نفسيه ومشاكل، وهذه تاهي عندها عالم خور ديال الاطباء النفسيين، وحتى هو علم مازال باقي جنيني، رغم انه منذ مئات السنين ولا زال الانسان لم يكتشف حقيقه نفسه. لكن ما ذكرته الان هذه من الرؤى والمنامات والخيالات، هذه كتكون عندها علاقه بالجانب الروحي ماشي العضوي ماشي النفسي، وإنما بالجانب الروحي، حتى النفسي عنده علاقة بالإنسان تعرض لشي اضطرابات وجه الخوف وجه القلق أو جاته شي حاجة فوق الطاقة ديالو. أما الروحي هذا يصيب الروح، كيكون عبارة عن تسلط أرواح خبيثة على الإنسان، ومن أبرز علامتها أنك كتشوف مخلوقات غريبة، مخلوقات ما هي بالإنس، كتبان لك مخلوقات غريبة وديما عندها القدرة أنها تنفذ الى غرفتك. انت كتدخل الغرفة ديالك وكتغلق الابواب وتصيد النوافذ ومخلوع، وكتلقاها راه دخل معك للفراش. يعني هذا راه ماشي خيال، وانما هذا من الارواح الخبيثة. الارواح الخبيثة هذه عندهم واحد القدرة ان الواحد منهم ممكن يتطاول حتى يبلغ عينان السماء، كيبقى يكبر يعود بحال ناطحة سحاب، وممكن أنه يتركز حتى صغار متناهي الصغر فيدخل من ثقب الإبرة، فهو عنده قدرة هائلة. ثم كيجي عند الإنسان وينال منه، كيقدر يكون عاشق فيداعب المرأة ويأخذ منها ما يريد، قد يكون إنسان حاقد كيجي كيعذب الإنسان، كيلقى فيه في الفخاط ديالو في الأدرع ديالو واحد المجموعة ديال الزروقية سبب ديالها، وهو أنك كيمشي مع الدم ومع العروق، إن الشيطان لا يجري ابن آدم مجرى الدم.
اما هذه الحاله اللي قلتي ديال هذه المراه هذه اللي كتسمى والعياذ بالله بالتابعه، هذه التابعه كتكون تابعه الانسان وعمرها طويل، قد تعيش 5000 سنه، كتلقاها طويله، وكتلقى بعض المرات تورث كيكون في شي واحد من العائله قبل، وذاك الشخص راه توفى رحمه الله، وهي كتقلب على شي واحد من افراد اسرته باش تكمل معاه الطريق. هاد التابعه هي كتخلق واحد الضرر للانسان، وكتحاول تخنقه وتحاول دير ليه واحد الحياه كلها امراض واحزان واكتئاب. العلاج ديالها ما هو؟ العلاج ديالها ذكره العلماء، قال لك هو انه نقرأ عليها سورة الليل، كل ليلة قبل النوم نقرأ عليها سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إلى آخر الآيات. هذه التابعة يقال بأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رآها لما دخل إلى المدينة المنورة، لما وصل إلى المدينة وكانت تسمى يثرب، وكانت يثرب هذه منطقة غير صالحة للإسكان، كان فيها مستنقعات مائية وتنتشر فيها الأمراض مثل البلهارسيا والتيفويد، وكانت ممحوقة البركة هذه المنطقة ديال يثرب، فيها الحروب الكثيرة، كان الأوس والخزرج ديما في صراع، وعندهم ما يسمى بالحرب ديال الناقة ديال البسوس 40 سنة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتأمل هذه الأرض ما لها هكذا، ممحوقة البركة وفيها الصراعات والاقتتال والرزق فيها قليل، فظهرت له امرأة سوداء شعرها منتفش، فعلم أنها هي التابعة، فدعا الله لها وخرجت حتى بلغت الجحفة، ومن ثم صار حمى في المدينة، وقال هذه حمى المدينة هي عند أبيار علي. دابا الان الحجاج ملي كيدخلوا والمعتمرين كيقول لك خصك توصل حتى الابيار علي، وما دونها فهو حمى المدينه المنوره. جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وراها في المنام، يحكي النبي الكريم انه راها في المنام انها تندب خدودها وتمزق ثيابها وتجري حافيه القدمين الى ان خرجت من حدود المدينه فحلت بالمدينه البركه. قال اللهم بارك في أرضها وسمائها ونخيلها وميزانها وزوارها، حلت فيها البركة وفرت تلك المرأة الخبيثة التابعة. من رآها في المنام أنها تضحك وتولول أو كتزغرت في المنام عرف بأنها غتركز، راها ضمنات المكان وغتحفظ المكان وغتسيطر على أهل المكان. إذا شفتها في المنام كتضحك وفرحانة وكتزغرت معناها انتصرت، إذا شفتها كتبكي وحزينة وكتجري معناها أنها انهزمت وسوف تغادر. بل ويقال أن سيدنا سليمان عليه السلام اللي أعطاه الله تعالى الحكم في الإنس والجن والعفاريت تلقى بها وشدها، ألقى عليها القبض، قال لها من أنت؟ قالت لي أنا التابعة، أنا مفرقة الأحباب، أنا مخربة الديار، أنا محقة البركة. هي عندها واحد الدور خبيث، شحال ديال الناس كيطلقوا بسببها، شحال ديال العائله كيتفرقوا بسببها، شحال ديال الناس كيوقع لهم ماشي المرض التمريض بسببها. وهي دائما كتقصد وسط المجموعه الشخص الضعيف، ذاك اللي ضعيف وذاك اللي غير قادر على التحمل كتقصده وكتنوض منه الفتيل، وكيوقع الصراع والخصام ثم كتنتهي الفرقه. كنلقاو واحد العداد ديال العائلات دابا الان مفرقين، تبارك الله قاريين وعندهم واحد الدرجه كبيره ديال الوعي وميسورين، ولكن كتدخل العائله كتلقى كلها مفرقه، كتلقى اسباب تافهه. ياما لقيت عائلات متفرقين وغيقتاتلوا مع انهم في مستوى رفيع جدا، مثلا احدهم دوزوا ايام وشهور جميله، الخوت مزوجين بعضياتهم، فاذا سوت له نفسه وقال لي بان يتحرش بزوجه اخيه، فلان يتحرش بزوجة أخيه، الأخ الآخر لم يتقبل وكاد أن يقتل أخاه، ونط واحد الفوضى عارمة وشحال ديال الصراعات والمحاكيم وفي الأخر القضية كلها هي غير ديك التابعة كتحاول ما أمكن كتقصد الإنسان اللي هو ضعيف، تسول له أفكار ظلامية وكتعطيه الحقد باش توصل للهدف. ما هو هدفها؟ مفرقة الأحباب، مخربة الديار،
ماحقة البركة. فالمؤمنون ما يخافوش منها، هي مخلوق مؤذي بحال فيروس. فيروس كيهجم على الإنسان، كيدخل للحياته أو كيدخل الأسرة ديالو وكيخربو. خاصنا أسباب الحماية. أسباب الحماية كتقرا هذه السورة بالضبط، سورة الليل، لأن هي كتنشط بالليل غير كتغرب الشمس، وهما كيخرجوا من أنواع ديال التبعات، أنواع كاين أشكال وألوان، كيخرجوا وكيبداو يقلبوا على من أنهم يحقروا. هذا هو خصو شغلو، خصو يقلب على شي واحد يدوز معاه الليلة. فإذا لقى شي واحد ضعيف ولقاه مهموم كيبغي يدوز معاه غير ديك الليلة، كيعجبو الحال فكيسكن عنده وكيبقى معاه سنوات طوال، وكيخلي دائما لا يذوق طعم الحياة. لهذا كنقول للأحبة الكرام دوما نخليو القلوب ديالنا متعلقة بالله، والألسنة تكون دائما رطبة بذكر الله، ونبقاو مع الأذكار، مع القرآن، مع المديح النبوي الشريف، ونبقاو دائما هكذا باش ملي كيبغي يدخل منك في شي جهة كيبقى مغلق. كلما ذكرت الله تعالى كتكون واحد الدائرة، واحد الدائرة اللي هي كتحميك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إلا كنتي الشريفة كتقري القرآن الكريم وبقى مازال هاد التبعة شدك، غتكتري من قول الله تعالى الذكر المأثور: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملي كيوقع لنا العجز كنبغي ندير واحد المهمة وكنشعر بالعجز، ما بقات عندي القدرة، كنخلي كل شيء وكنشد في هذا الذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من عند الله. وأول ما ربنا عز وجل غادي يذكر هذا الذكر وغادي يعلم لأول مخلوقات من هم، هم حاملة العرش. حاملة العرش هما واحد المخلوقات أعظم أعظم المخلوقات. كاين سيدنا جبرائيل عليه السلام اللي يقال عنه بأنه عنده 600 جناح، كل جناح مفرق بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، إلى ضرب بجناحه الكوكب الأرضي لصار ترابا. لك أن تتخيل الحجم ديال سيدنا جبرائيل عليه السلام. وحتى سيدنا جبرائيل أمام حملة العرش لا يكاد يظهر، كيبان هو حتى بحال النقطة بين أيديهم. هما ثمانية خلقهم الله تعالى وأمرهم بحمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال لهم الله تعالى احملوا هذا العرش، فحملوه ما قدروش، لقوا تعب، حاولوا تعبوا، قالوا يا رب لقد حاولنا ولم نستطع. فألهمهم الله تعالى هذا الذكر، قال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما قالوها حملوا العرش بكل بساطة. لذلك يقول لك العلماء إلا كنت مكلف بواحد المهمة وتقهرتي ولقيت بأنك ضعيف ولقيت أنك مغلوب، بقى تكرر هذا الذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأسأل الله الواحد الأحد أن يشافيك يا أختي الفاضلة، ويمتعك بالصحة والعافية وبتمام العافية، إنه سميع قريب مجيب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض سطوته، وسبحان الذي في البحر سبيله، وسبحان الذي في النار سلطانه، وسبحان الذي في الجنة رحمته، وسبحان الذي رفع السماء ووضع الأرض بقدرته. سبحان الله، سبحان الذي لا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، نسألك يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم أن تفرج الهم عن المهمومين، وأن تنفس الكرب عن المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تشافي مرضانا ومرضى المسلمين،
يا رحمن يا رحيم، فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، أنت إلهنا الحق الحقيقة، يا مشرق البرهان، يا قوي الأركان، يا من رحمته بكل مكان، يا من لا يخلو منه مكان، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا بركنك الذي لا يرام، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، ادفع عنا الفقر، وادفع عنا المرض، وادفع عنا البلاء، اكشف عنا البلاء لا يكشفه غيرك، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال، يا مغير الحال والأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال، يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا، ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن التيسير العسير عليك سهل يسير، نسألك اللهم التيسير ببركة الصلاة على مولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.